مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حديث القاهره الاثنين 21 يونيو 2021. وكل سنه وانا طيب، بيقولوا عيد الاب، ولا حد عبرني ولا حد قال لي كل سنه وانت طيب. وصديقي باسم من شويه بعت لي حاجه بيقول لك وادي عدى عيد الاب، لا حد عبرنا ولا حد اتكلم ولا حتى كفروه ولا قالوا انه بدعه، يعني ما حدش معبره خالص. مساء الخير يا ام، مساء الخير يا كريمه، يا مساء الورد، انتوا محظوظين في كل حاجه. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وانت منور الدنيا لاولادك، ويا رب دايما تتهنى بيهم ويتهنوا بيك. وانت طيبه وبخير، انت وكل احنا متابعين. في عيد الام الست تقعد تقول لك مجهز كام وما تدي للعيال وما تخليهمش كده، بحب الذهب والالماز. احنا ولا حد معبرنا ولا حد فكرنا خالص. بص، احنا هنا هنعمل حمله احنا بدأناها الاسبوع اللي فات بان يكون في عيد اب كمان في مصر. احنا شفنا الاحتفالات على السوشيال ميديا، بس كم واحد فيكم النهارده باس ايد ابوه او جبينه وقال له كل سنه وانت طيب، عرفانا وتقديرا، لان ما فيش بعد الاب شيء، الاب رب. ومين فيكم حتى تذكر اللي فارقنا منهم بالدعوه الصالحه وبقراءه يعني القران، او حتى بانه يعمل الحاجات اللي كان بيحبها. يعني كنز ما تضيعهوش، الاب في البيت كنز ما بيتضيعش ابدا، وحتى في الذكرى كنز ما بيضيعش ابدا. كل سنه وانت طيب تاني. وانت طيبه. خلونا ندخل في الجد. موعد الملء الثاني لسد النهضه اللي اعلنت عنه اثيوبيا انه هيكون في يوليو القادم بيقترب. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس وزراء اليونان وادلى بتصريحات مهمه بخصوص ازمه سد النهضه، واكد خلال هذه التصريحات على ضروره التوصل الى اتفاق قانوني ملزم، وطالب المجتمع الدولي بدور جاد في الملف. خلونا نشوف الرئيس قال ايه ونرجع لكم. كما احط دوله رئيس الوزراء علما بما قالت اليه المفاوضات الثلاثية حول ملف سد النهضة، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ودور اطلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف حفاظاً على استقرار المنطقة. لم يكن هذا هو الحدث الوحيد المتعلق بسد النهضة، لأن النهاردة كمان وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي زار جنوب السودان، وده كان للتنسيق والتعاون في مجالات إدارة المياه. الكلام ده جه بعد أقل من 48 ساعة من الحوار اللي اختصنا بيه معالي وزير الري، واللي جذب اهتمام الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، علشان كل التصريحات المهمة جدا في الوقت الحساس ده بخصوص سد النهضة. على سبيل المثال مثلا، خليني أقول بس قبل قناة الحدث العربية وغيرها، إن السيد الوزير في جنوب السودان، في حوارنا السيد الوزير اتكلم عن الاستثمار في الدول الإفريقية، إن احنا حريصين طول الوقت على الاستثمار في الدول الإفريقية، وقال جنوب السودان تحديدا من أكثر البلدان اللي احنا مهتمين بيها، عشان كده هو في جنوب السودان. قناة العربية الحدث نقلت الحوار عبر حسابها على تويتر، نقلت تحديدا تصريح وزير الري بأن أثيوبيا تحاول إحداث فرقة بين الدول الأفريقية ودول المصب، وأنه لا يقلقنا إنشاء سد النهضة، ولكن ما يقلقنا هو عدم الاتفاق على أسلوب الملء والتشغيل. وهنا عايز أقف علشان المغرضين اللي برا، محمد ناصر وسليم عزوز الاثنين، وهي كأنها نشرة بتتوزع، وفجأة اكتشفوا أن وزير الري اشتغل في أثيوبيا، فقال لك الحق وعميل، وهو اللي كان بيبني سد النهضة. طبعا الوزير في الحوار قال ان انا اشتغلت هناك، وكان بيشتغل تبع الامم المتحده، وقال اشتغلت في اربع سدود في اثيوبيا من الناحيه الفنيه كان بيشوفهم. لكن يا اعداء مصر، مصر ليس لديها رفض لبناء سدود، ده مصر عرضت تمويل سد النهضه، يعني عرضت انها تمول السد بشرط انها تضمن السلامه. مصر خايفه على المنطقه وخايفه على حقوقها، لكن مصر ليست ضد بناء سد اطلاقا، ولكن طريقه التشغيل، طريقه الملء، كل ده امان السد، كل ده مصر هي اللي مهتميه بيه. صحيح، اولويات مصر واضحه ومحدده ومعلنه دائما. من خلال وسائل الاعلام المختلفه اللي حكينا عنها برضو، تم نقل عدد من التصريحات اللي غايه في الاهميه. البي بي سي عربي
عبر حسابها نقلت كمان تصريح الوزير لينا بأن إثيوبيا بتستخدم أزمة سد النهضة لأغراض سياسية، وقال إنها بتحاول إحداث فرقة بين مصر والسودان والدول الإفريقية. كتير من المواقع كمان، موقع روسيا اليوم قال كلام مهم. نقل كلام الوزير اللي قال فيه أنه علينا أن نشعر بالقلق، وطبعا الوزير وضح أنه يتحدث عن القلق الصحي اللي يخلينا نشعر بدورنا تجاه ترشيد المياه، الخطط اللي عاملاها تبطين الترع وخلافه، كل الحاجات وكل التصورات. مصر عاملة خططها منذ سنوات، ده بالإضافة لرفض التحدث عن الدول التي تمول سد النهضة، وأنه اكتفى بالقول بأن لكل دولة أجنداتها. موقع العين الإخباري اهتم بالتصريحات برضو اللي كانت موجودة امبارح، وخصوصا بأن تكلفة التعاون، لما قال كده أن تكلفة التعاون أرخص من تكلفة الحرب، وده طبعا واقع، وقال أن الدولة مش هتسمح بحدوث أزمة مياه بسبب سد النهضة، وده شيء قطعي. الصحف المحلية كمان تناولت التصريحات وحكت عن الموضوع اللي قاله خيري من شوية، والمتعلق بما كان من القنوات الإخبارية من الكلام عن موضوع ان الوزير كان له تعاون. دي مش قنوات اخباريه، دي قنوات اخوانيه ومصادر اخوانيه ومصادر تابعه للاخوان، حتى ولو لم يكونوا اخوانيين فهو مدفوع لهم من الاخوان يرتزقون، عشان كده كلامهم ليس له قيمه. اهتمت الاهرام والاخبار والجمهوريه والشروق والمصر اليوم والوطن وموقع القاهره 24 واليوم السابع، كل المواقع اهتمت بالحوار، وانا بشكر سياده الوزير وبعتذر له. سيادة الوزير، احنا قعدنا عشان نعمل هذا الحوار الصغير اللي شفتوه 4 ساعات، سواء كان في مكتبه وهو بيشرح لي معلومات كتير جدا او في القناطر الخيرية، ولكن لظروف خاصة اضطررنا لاختصار الحوار جدا، وخدنا اهم العناوين اللي هو عملت هذا الصدى الكبير جدا، فانا بعتذر للوزير على هذا الاختصار، ولكن كان حوار محترم وتصريحات مهمة جدا جدا من وزير مسؤول في الحكومة المصرية. خلونا نشوف عناوين الأخبار ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. مصر واليونان يتوافقان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل حول ملء سد النهضة ودعم المسار السياسي في ليبيا وخروج المرتزقة. وزير الدفاع يستقبل وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. الحكومة تنفي عدم السماح لطلاب الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي بالامتحانات. الخارجية تعلن إطلاق سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين في طرابلس. هيئة الدواء المصرية تعلن تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات. سفير باكستان بالقاهرة، دخول رجال الأعمال المصريين باكستان بدون تأشيرات. وزير الخارجية القطري يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية لدى الدوحة. رئيس إيران المنتخب في أول مؤتمر صحفي، نريد علاقات طيبة مع السعودية وجميع دول الجوار، ولن ألتقي بايدن ولن أتفاوض حول الصواريخ البالستية. نادي الزمالك يجهز مذكرة انقطاع ضد فرجاني ساسي في حال عدم عودته خلال أيام. منظم أولمبياد طوكيو، السماح بحضور 10,000 مشجع كحد أقصى في المنشآت الرياضية. اهلا بيكم من جديد، وكده نبتدي قصصنا الاخباريه للنهارده، وهنبتديها باخر المعلومات اللي وصلت لنا في موضوع قطار حلوان. النهارده تحديدا الساعه 6 اصطدم قطار باتنين ميني باص كانوا واقفين في منطقه سكنيه على مسافه قريبه جدا من السكه الحديد، وكانوا متعارضين مع مسار القطر. المكان اللي كان موجود فيه الاتنين ميني باص دول ما كانش مكان موجود فيه اي مزلقانات ولا حتى أماكن خاصة لعبور المشاة أو حتى منطقة انتظار للسيارات. سائق القطار حاول إن هو يقف وما يكملش علشان يعني ما يحصلش أي تصادم، لكن للأسف لم يتمكن من إنه يعمل ده وما قدرش يقف، وده طبعا تسبب في الاحتكاك بالأتوبيسين دول، وحدثت حادثة ترتب عليها ما نشرته وزارة الصحة. وزارة الصحة قالت ان في اتنين توفوا ماتوا من المواطنين، واصيب 6 باصابات بسيطه، تم نقل المصابين الى مستشفى حلوان العام،
والنصر للتأمين الصحي بحلوان، اللي محافظ القاهرة السيد اللواء خالد عبد العال زار المصابين منذ قليل زي المشاهد اللي حضراتكم شايفينها. كان داخل المستشفى بيزور المصابين بيحكوا له اللي حصل، ده دكتور بيحكي اللي حصل، دخل اطمئن على المصابين وعلى الحادث. ما زالت المشكلة عندنا هي سلوك الأشخاص اللي بيسبب كوارث كتير جدا زي ما شفنا في هذا الحادث. ما فيش أماكن للوقوف، اللي عايز يقف في حتة بيقف، ما حدش بيشغل باله، القطر جاي ودول معديين على القضبان بتاع السكة الحديد. يعني هنقول هنا ايه مسؤولية القطر، ايه مسؤولية سائق قطر في ناس ليس لديها أدنى مسؤولية. أعتقد أن القانون قادر على ردع هؤلاء. النيابة كمان دلوقتي انتقلت لموقع الحادث وبتشوف ايه الاسباب وايه عشان تقف على كل الاسباب وتعلنها للناس، وده طبعا الاول ما هيوصل لنا هنعرضه لكم ان شاء الله. من القصة الاولى لقصة اخرى واقعة قد تكون فريدة من نوعها حصلت في محافظة الغربية. السيد المحافظ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية راح مقدم بلاغ في مواطن ومواطنة. ليه؟ لأنه فوجئ برسائل جاياله على موبايله فيها إهانات وسب شديدين على الموبايل من نمرتين مختلفتين. المحافظ قرر أن يمارس حقه القانوني وراح تقدم ببلاغ بالبحث عن التليفونات. تم تحديد أن التليفون ده بتاع سيدة وابنها. النيابة تم القبض عليهم وحيلوا للنيابة. النيابة حبست الابن 4 أيام وأخلت سبيل الأم على ذمة القضية. النهاردة النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى كان لي رأي مختلف وكتب بوست على صفحته بيحكي الواقعة. فتعالوا نسأل السيد النائب كيف يرى هذه الواقعة. مساء الخير السيد النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك سيادة النائب. قبل ما ندخل في التفاصيل اللي حضرتك كتبته على البوست والتعليق اللي حضرتك كتبته، هل يا ترى حضرتك عرفت إيه القصة اللي وراء إرسال السيدة دي لرسائل السيد المحافظ؟ يعني ما خلف القصة، مين هي السيدة دي وليه بعتت رسائل للمحافظ؟ طيب خلينا بس نوضح تفاصيل. إنه السيدة اللي تم حبسها امبارح وتم إخلاء سبيلها النهاردة تبين او بينت التحريريات ان الموبايل مش بتاعها، الموبايل بتاع ابنها. ودي كانت المشكله اللي حصلت امبارح، ان احنا حاولنا نتدارك الموقف قبل ما تتازم الامور. يعني السيده تم حبسها ليله كامله في اسم اول طنطا، ثم بينت التحريريات ان الموبايل مش معاها اصلا. طيب ابنها اللي الموبايل بتاعه اللي بعت الرساله للسيد المحافظ طالب في اولى ثانوي، يعني 15 سنه. يعني هل ابنها هو اللي بعت الرسائل ولا الام اللي بعتت الرسائل من موبايل ابنها؟ لا التليفون مع ابنها، لان ابنه مش معاه بطاقه فالخط باسم والدته. تمام. فالرساله اللي اتبعتت للمحافظ يعني بينتقد الاوضاع في مدينه المحله الكبرى اللي كلنا بننتقدها. مدينه اللي مهمله بشكل كبير جدا، اللي شوارعها مكسره، اللي عندها اللي عندها اللي عندها، في نفس الوقت هي المدينة اللي الكل بيتبعها. يعني حضرتك بتقول أن هذه الرسائل لم يكن فيها سباب أو قصف أو إهانة لسيادة المحافظ؟ ما في الرسالة هو التالي، أنه الكلام على لسان يوسف أنه افتكر لنا حاجة، يعني أو اعمل للمحلة وحياة أمك عشان نفتكر لك حاجة بيها لما تمشي. تمام. هل وحياة أمك دي وحياة أمك إن أنا بتحلف السيد المحافظ؟ لا هو أسلوب غير لائق سيادة النائب أكيد. يعني بيه. حضرتك لا تقبل إن حد يقول لك كده يعني. خيري بيه لو تسمح لي أنا بحاول أشوف لك النص. لأنه وإحنا طلعنا صحفي قبل ما أكون نائب، الكلمات بمدلولها مش بنصها. تمام. فأنا لما بستحلف حد ما أقول له وحياة أبوك اعمل كذا وحياة أمك اعمل كذا، دي كلمات دارجة بيننا كمصريين ولا تعني بالإطلاق إنها سب وقذف. طيب سيادة النايب، علشان أنت بتقول لنا نص مختلف عن اللي صدر عن بيان المحافظة، بس تسمع حضرتك أن تكون معنا ومعايا الأستاذ محمود ممتاز المتحدث الإعلامي لمحافظة الغربية. أستاذ محمود أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك.
حضرتك ممكن تقول لنا، معلش انا اسف ان هدخل معاك على طول، نص الرسائل التي ارسلت، وهل هو نص واحد من تليفون اللي كتبه يوسف ولا اكتر من نص؟ أو في البدايه بس بشكر حضرتك على يعني استضافتنا لايضاح الموقف، لان الموضوع هو يعني كان موضوع بسيط، ولكن السوشيال ميديا والبعض يعني وصل الموضوع بشكل مختلف. هي الفكره كلها ان احنا بس نتفق ان حق التعبير وحق الرد مكفول للجميع، ولكن ان انا ابعت رساله لمسؤول او لشخص او لمواطن او لحضرتك او لاي حد فيها اساءه وتجريح واهانه، ده غير مقبول ولا يجبره اي شرع او دين او قانون او المجتمع. الفكره ان الرساله اللي جت للسيد محافظ الغربيه هي جت من رقمين مختلفين مش من رقم واحد. نفس الرساله؟ لا يا فندم، رسائل مختلفه. ما انا بسال حضرتك، هي رساله ولا اكتر من رساله؟ وايه هي محتويات الرسائل دي لو تسمح لنا كمان يا استاذ محمود؟ انا هوضح لحضرتك الامر. فالرسالتين جمل السيد المحافظ فيهم اهانه غير ما ذكر خالص، يعني اللي ذكر ده جزء من ما يعني من الحقيقه. زي ايه يا فندم علشان الساده المشاهدين بس يبقوا معانا في الصوره؟ يعني ان كان انا سامع المداخله بتاع سياده النائب، يعني لفظ وحياه امك يعني لفظ لا يليق يعني. تمام، احنا اتفقنا وانا قلت وجهه نظري في ده. اقل ما قيل في حاجه يا فندم. انا بسال حضرتك ايه اللي قيل، علشان معانا معالي النائب بيقول لو المساله في حدود هذا فهذا في اطار السب عقوبته غرامه. هو الموضوع بس ان سياده النائب كمان ان في رساله اخرى من مواطن اخر، والرسالتين فيهم سب وقسوه وتعدي بالاسره، يعني الموضوع وصل لتعدي به يعني بالالفاظ على يعني حضرتك متحرج يا استاذ محمود تقول لنا نص رساله من الرسائل دي؟ انا حاجه طريق يعني انا حتى متحرج ان انا اقول الموضوع، لان اصلا الموضوع قيد التحقيق. ممكن اعتقد ان في اجراءات خدتها النيابه العامه النهارده، ويمكن دي الثقافه اللي احنا لازم نغرسها، ان يعني طالما في تحقيق قيد النيابه يعني نقدر نسيب الموضوع للجهات القضائيه تحكم فيه. الحاجه الثانيه اللي حابب اوضحها لحضرتك ان الفكره مش ان السيده فقط، ان السيد المحافظ لما عمل البلاغ هو عمل بلاغ بالرقمين، لا كان يعرف هل صاحب الرقم ده يعني سيده او طفل كبير او صغير، راجل من المحله او من غير المحله. ليه سياده المحافظ ما فكرش يتصل بالارقام دي ويشوف مين اللي باع ده وبعته ليه؟ يعني تخيل حضرتك، حط حضرتك في نفس الموقف، لو حد بعت لحضرتك يعني شتيمه بتحصل هتبقى صعب. احنا السيد المحافظ اي شكوى بتيجي للسيد المحافظ بيحولها مباشره على يا اما مكتبه يا اما منظومه الشكاوى او مبادره الغربيه بتتغير بيكم. فمفيش شكوى بتجيله الا لما بيتم تحويلها، لكن هو فكره ان هو هيتصل بحد شتمه فيها. طيب خليني اكد بس مع حضرتك تاني يا استاذ محمود، ان هناك اكتر من رساله عبر تليفونين، طلع التليفونين دي بتاع الست وابنها فعلا عنده 15 سنه يوسف. والله يا فندم بقى يعني انا هسيب دي يعني لجهات التحقيق تثبتها. عندك معلومات يعني ولا ما عندكش معلومات؟ ما تهكر او ما تهكرش، دي جهات التحقيق بقى هي اللي تقول. بس يعني احنا لينا يعني طيب. كل واحد يقدر يستفتي قلبه في موضوع زي ده يعني. لا ده ما فيهاش استفتي قلب، لما تبقى حاجه قدام النيابه ما فيهاش استفتي قلب، احنا بنتكلم عن معلومات. استاذ محمود بشكرك جدا. سياده النائب، الا ترى ان المحافظ من حقه كمواطن ان يشكو من يتطاول عليه؟ تسمح لي يا خير بيه لو سمحت، اديني مساحتي لو سمحت. اتفضل. انا قلت المصطلح تمام، لكن الاستاذ محمود ما قالش اي مصطلح من اللي قال ان هي شتايم شنيعه وتخوض بالاسره وغيره، ودي كده نقطه. ايوه بس على مسؤوليه حضرتك ان هذا اقصى ما ذكر صح؟ لا تسمحي لي يا فندم، انا ماشي اوكي، بس السؤال على مسؤوليه حضرتك ان هذا اقصى ما ذكر. يعني الموضوع لا ليس له علاقه بالاستاذ محمود. الرساله بتاعه يوسف تمام، والرساله نصها قدامي تمام، وانا بقول من خلالها. النقطه الثانيه انه ما هو مطروح امام النيابه يعني لا تعقيد صحيح على النيابه وامام جهاز التحقيق كل حاجه، لكن عندما نتحدث عن معلومه تتعلق بعمر المجني عليه او المتهم فالامر ده ملوش علاقه بفكر جهات التحقيق، احنا امام حقيقه مجرده فيجب الرد عليها بشكل صريح علشان نوضح الامر بالنسبه لنا. النقطه الثانيه انه انا كنائب عن مدينه المحله الكبرى حاولت امبارح طول اليوم من الصبح حتى العاشره والنصف مساء اتواصل مع السيد المحافظ، السيد المحافظ لم يرد. تواصلت مع مديرة مكتبه طول الوقت، قال لي استاذ المحافظ في اجتماعات، استاذ المحافظ في كذا، استاذ المحافظ عنده لقاء، استاذ المحافظ نزل، استاذ المحافظ رجع. اكثر من 50 تليفون امبارح بقول لهم يا جماعه. ده كان قبل البوست بتاع حضرتك ولا بعده يا فندم؟ قبل البوست. انا ما كتبتش، انا جاي لحضرتك بالتسلسل، انا جاي لحضرتك بالتسلسل. طيب. يا جماعه في مشكله كذا، الشكوى اولا مش مقبول الاساءه لا لمواطن ولا لمسؤول، لكن احنا قدام وضع خاص ان في سيده هتبيت ليلتها امام او داخل قسم شرطه بسبب كلمه
الدستور وحضرتك وحضراته اعلاميين وصحفيين، الدستور المصري بيمنع تطبيق اي عقوبه سالبه للحريه في جرائم النشر، وعلشان كده رفعوا او ودوا القضيه للنيابه الاقتصاديه، ليه؟ علشان يبقى تبقى قضيه اساءه استعمال اجهزه الاقتصاد. طيب طب وماله؟ ما حقه حاجه المحافظ. طيب استاذ سياده النائب، سياده النائب عشان ما ندخلش بس في تفاصيل كتير. طيب أنا وتضعني في حرج اخر. 30 ثانيه لو سمحت يا استاذ خالد. طب خد ال 30 ثانيه اتفضل. طيب ال 30 ثانيه ان انا ابلغت مديره المكتب ان هذا الامر سيتسبب في ازمه، وان المحلويه مش هيقبلوا فكره ان الست تبات في الاسم علشان كلمه. لحد الساعه 10:30 بالليل قالت لي ان انا بلغت السيد المحافظ. طيب السيد المحافظ قال لي، قلت لها تكرما يتنازل عشان الست ما تباتش في الاسم. السيد المحافظ قال لي طيب بس اذا كانت مخطئه بالفعل وقامت بده والنيابه بتحقق في الموضوع، يبقى مش من يعني من المفترض ان القرار راجع ليه هو شخصيا. كان من الممكن ان السيد المحافظ كمسؤول مش بس مواطن، المسؤوليه بتدلنا مسؤوليات في التصرف مع بتختلف سياده النائب بتختلف. احنا ليس لدينا كل المعلومات. انا بشكر حضرتك جدا. دعونا نتفق ان الامر بين يدي النيابه، ان النيابه اتخذت اجراء وتوجيه اتهام، تحبس 4 ايام. اذا هناك اتهامات. اخلاء سبيل الام لا يعني انه لا توجد جريمه، ولكن ده على ذمه هذه القضية. عندما تنتهي النيابة من التحقيقات سنذكر من حق المحافظ كمواطن أن يلجأ للقانون، كما من حق المواطن أن يلجأ للقانون ضد المحافظ. خلونا اللي يحكمنا دائما القانون. صحيح. على العموم دي ظواهر صحية يا جماعة بتحصل في المجتمع، يعني أكيد. من المرات القليلة اللي نلاقي مسؤول رايح يقدم بلاغ والشرطة تحقق وتجيب التليفونات وتروح للنيابة وتروح، ده شيء كويس قوي. قصة يعني. اخرى موجوده في قصصنا، ولا احد فوق القانون، ولن يكون احد فوق القانون طالما ان دوله القانون يحكمها القانون بين الطرفين ايا كانت درجه مسؤوليته. ولا تعليق لحد ما توصلنا النتائج اللي هتكون هتعلنها نيابه بعد التحقيق. طيب نروح لقصه تانية هي واقعه ايضا غريبه حصلت في كليه الاداب جامعه بني سويف. الواقع باختصار ان في طالبه في الفرقه الثانيه اشتكت استاذ في الجامعه وقالت انه تعدى عليها بالضرب بالقلم على وشها بعد لما سلمت ورقه الاجابه في ماده اسمها مقرر عليهم اسمها مصادر البحث العلمي. قالت ان الاستاذ قال لها، بعتذر طبعا عن اللفظ، قال لها غوري في داهيه. الطالبه قدمت مذكره وبعد الواقعه ما حصلت مباشره السيد عميد الكليه رفعها لرئيس الجامعه الدكتور منصور حسن. دكتور منصور حسن بقى قرر في نفس اليوم إيقاف الدكتور اللي عمل الواقعة دي وضرب البنت. هو مين بقى الدكتور ده؟ أستاذ مساعد في قسم التاريخ، وقفوا لمدة 3 شهور أو لحين الانتهاء من التحقيقات معه علشان نعرف إيه نهاية هذا التحقيق. خلينا نشوف تفاصيل الواقعة دي، ويعني يمكن اللي شغلت الناس وليها دلالات. الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف معانا على التليفون، بنرحب بيه وأهلا بحضرتك معانا يا دكتور. يا اهلا وسهلا بحضرتك وبالمستمعين جميعا. اهلا بيك دكتور منصور، ازاي حضرتك؟ استاذ خير، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. دكتور منصور، ما الذي حدث ولماذا حضرتك اتخذت القرار بايقاف الدكتور او الاستاذ المساعد لمده 3 شهور او لحين انتهاء التحقيقات؟ بص حضرتك، في الاول احنا يعني مؤسسه حكوميه من مؤسسات الدوله، يعني تحكمنا قوانين ولوائح، والقوانين واللوائح دي بنعمل بيها وبتحدد التعامل بين منسوب الجامعه من اعضاء التدريس وطلاب وعاملين. اللي حصل طبعا ده حدث مشين، ويعني زي ما حضرتك بتقول حاجه غريبه جدا، كلنا مستغربين. هو تصرف فردي يعني لا يمس اعضاء التدريس في الجامعات ولا الجامعات لا يمثلهم. لا يمثلهم تماما، لان ده تصرف فردي، واحنا كلنا بنتعامل ان الطلاب ابنائنا. فيعني اولا هو خارج عن التقاليد والاعراف الدينيه وحقوق الانسان، ويعني تقاليد الجامعه، كل التقاليد ما فيش حاجه اسمها كده ان حد يضرب حد ابدا وعلى وشه مهما كان اللي حصل من البنت. اذا كان في حاجه حصلت، اللي انا يعني على طول احنا عندنا ايام الامتحانات بيبقى في لجنه مستمره الانعقاد تماما 24 ساعه عشان امتحانات الجامعه كلها، عندنا 28 كليه. فوجئت، انا اتبلغت على طول، ما استنيتش المذكرات بتاعت العميد اللي اتبعتت،
انا عرفت بالواقع على طول، فطلبت التحقيق، حولته للتحقيق وايقاف 3 شهور. ده اقصى عقوبه في ايدي في الوقت الحالي لحين انتهاء التحقيق. حضرتك خدت القرار ده بعد ما تاكدت من ان هناك اعتداء وقع بالفعل؟ انا تاكدت بالفعل. طبعا هو ما بينكر، ما فيش حد بينكر ده، اصل قدام على مسمع ومرأة من الطلاب. طب هو برر ده ايه اللي خلاه بقى يعمل كده؟ هو حضرتك الطالبه دي طالبه عندنا كانت داخله الامتحان وما معهاش اثبات شخصيه. أيوة. لا بطاقه ولا الكارنيه الجامعه. فالمهم انها طلعت جواز سفر بتاعها، وده يعتاد بيه، والراجل قاضي التدريس المحترم برضو اتخذ الاجراءات اللازمه في مثل هذه الحاله، واستدعى عضو هيئه التدريس سيده يعني عشان تبص عليها تتاكد لانها لابسه نقاب. فمن الصوره وتاكدت يعني شخصيتها، واستمر الامتحان وانتهى الامتحان. الطالبه بعد الامتحان راحت لعضو هيئه التدريس اللي هو الاستاذ المساعد، وحصل حوار بينهم، هو ده اللي هيثبته بقى التحقيق. ايوه. وفجاه هو يعني احنا ما نعرفش ايه اللي دار بالظبط. هي بتقول ما يعني لغايه دلوقتي هي ما قالتش ايه اللي دار ولا هو ايه اللي دار. هي ما هو التحقيق هو اللي هيثبت هذا. أيوه. هي بتقول انها قالت له انت بتعاملنا لك كده ليه واحنا اولاد ناس، هو قال لها غوري. يعني ده هيثبته التحقيق، وهيثبت برضه اذا كانت البنت مدانه هتتحاسب حضرتك. بس هذا لا يعطيه الحق انه يمد ايده عليها، لانه ضيع حقه اذا كانت هي غلطانه وضيع حق الجامعه. طيب هل في شكاوى كانت قدمت يعني ضد نفس الاستاذ الجامعي ده قبل كده؟ دي اول مره السابقه؟ بالعكس، يعني الراجل يعني عشان نبقى منصف يعني سمعته كويسه وما عندوش اي مشاكل. ده حدث فريد يعني مفاجئ للجميع يعني، لكن غير مقبول على كل المستويات. عشان كده كان يعني الاحاله للتحقيق والايقاف حاجه رادعه عشان يبقى عبر لاي حد يعمل حاجه زي كده. تكون العقوبات يا دكتور منصور في مثل هذه الحالات ايه لو ثبتت بالتحقيق؟ ممكن نفصل للفصل، ممكن مجلس تاديب، لو الحاجات دي اثبتت تماما ممكن نفصله من الجامعه حسب التحقيقات، وبعد كده مجلس تاديب. ومجلس تاديب ده زي محكمه مصغره جوه الجامعه. نعم. اللي بتحكم بيه بننفذه، وهنعلنه للناس بشفافيه تماما. والبنت لو كانت غلطانه الطالبه هنحاسبها برضو في حدود القانون. اللي هو بيقول ايه بالنسبه للبنت العقوبه؟ لا العقوبه احنا ما نعرفش عملت ايه، هي هل فعلا هي غلطت ولا لا او ما غلطتش. لكن احنا قدام وقع الضرب بيبقى فصل يعني اسبوع شهر ترم وهكذا، لكن هذا لا يوازي اللي حصل. يعني طبعا لا يوجد له مبرر. نعم. مش مبرر خالص، بالعكس ضيع حقه وضيع حق الجامعه، وما فيش في اي حاجه في الدنيا تفسر هذا التصرف. بنحييك دكتور منصور حسن على هذا القرار السريع، على التدخل السريع، على الحسم بالقانون، وننتظر نتائج التحقيقات. دكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف كان معانا عبر الهاتف. طيب المره دي بقى تعالوا نروح لقصه تانية خالص لطيفه وجميله وانسانيه. بتوع لي قيمه، احنا طول الوقت قاعدين ندور على حاجه حلوه يا جماعه. قيمه الاعتذار. مدرس فلسفه فوجئنا بانه منزل بوست بيعتذر لطالبه عنده على الملأ. ليه يا دكتور؟ الدكتور طب ما تيجي نروح للاستاذ المدرس نادر جورجي يقول لنا ليه اعتذر لطالبه على الملأ ولم يخجل انه يعتذر وانه يقول ان انا كنت غلطان. مساء الخير يا استاذ نادر. مساء النور استاذ خيري. اهلا بيك. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله، منورنا. الاستاذ نادر جورجي، طبعا يعني انت عارف ان يعني الناس بتحكي على الموقف اللي انت عملته بوكيه الورد والشوكولاته اللي اعتذرت بيه البنت طالبه عندك. ممكن تحكي لنا الموقف اللي خلاك تعتذر؟ يعني هو كان سوء فهم بسيط يعني بيني وبين الطالبه، بس يعني للاسف انا من ضغط الشغل للاسف احرقتها يعني قدام زمايلها، ف يعني ما كملتش الحصه. فبعد الحصه بعد ما عدى اسبوع قابلتها، فحبيت اعتذر لها يعني كرد لاعتبار الكرامه يعني. ايوه. بس ده كان كل ما في الامر يعني. ايه حجم ايه شكل التجاوز يا استاذ نادر؟ او الاحراج؟ لا مش شكل تجاوز ولا حاجه، هي قاعه كان فيها دوشه كتير، يمكن انا اسات بفهمي مين اللي عمل الدوشه، فانا كنت حابب اكمل الحصه بهدوء وتركيز. لان احنا في ايام امتحانات وثانويه عامه، بس يعني كان سوء تصرف مني للامانه يعني. الامانه كان سوء تاديت عليها جدا او قلت لفظ احرجها حاجه شبه كده؟ لا 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 خالص 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 خالص. عملت هو بس إيه؟ الامر ان الولاد ضحكوا، فهي اتحرجت كبنت يعني، اتحرجت لما الولد ضحك.
بس ده كل ما في الامر. يعني ليه ما فكرتش يا استاذ نادر انك تعتذر ليها وهي في الدرس في المره الجايه الاسبوع الجاي؟ ما انا عملت كده بالفعل. ما انا هي المشكله انها لما حضرت حصه اللي هي مشيت منها، هي لما جت مجموعه ثانيه فاب اللي شافوها وهي بتمشي ما شافوهاش وهي بتترد اعتبارها. أيوة. فانا حبيت انزل لها كرد اعتبار يعني على الـ على الـ على الفيسبوك بتاعنا يعني. طب انت متعود تعمل كده استاذ نادر مع اي حد بتزعله؟ يعني ممكن حتى تلاقي طلابي يعني يقول لك على الموقف ده، اي حد يعني انا ممكن اوقف الحصه واعتذر له في نص الحصه، لان انا عارف ان هو لو اتقفل مني كشخص هو مش عارف يكمل الحصه خالص. يعني انا كده خلاص قتلت ملكات الفهم عنده بالحته العاطفيه ديت، خلاص انا دمرت له النفسيه. لو انت استاذ فلسفه يعني حضرتك استاذ فلسفه في مدرسه المدرسه الهلاليه تمام، ربنا يخليك، لكن انت واخد اجازه متفرغ لدراسه الماجستير، افهم من كده؟ انا بكمل ماجستير. هو انت بتدي دروس خصوصيه يا استاذ نادر؟ بدي دروس. طب ايه رايك في الدروس الخصوصيه؟ يعني شايف ان الطالب محتاج دروس خصوصيه ليه؟ بص احنا تبع جمعيه تطوعيه، جمعيه خيريه يعني، طبعا في اجور رمزيه. بس يعني صدقني الظاهره ليها كذا طرف، يعني مش طرف المدرس بس، انا مش محسوب على قوه مدرسه عشان كده. يعني انا بتكلم عن نفسي، انا ما عادتش المدرسه بحاجه، بالعكس انا بحاول اساعد واكمل دور في المدرسه. يعني بحاول اكمل الدور ده من خلال مؤسسه خيريه بتوفر دروس تقويه للبنات والولاد في مرحله الثانويه العامه. ده في اطار قانوني ولا اطار غير قانوني؟ احنا مرخصين والسنتر بتاعنا مرخص قانونيا، لان احنا بندي كورسات في كل المجالات، يعني كورسات فنون جميله وكورسات لغه، فالموضوع يعني مقنن. وبعدين انا كنت تابع القافله التعليميه. ايوه فيعني نوعا ما قانونا. طبعا استاذ نادر احنا بنحييك، انت نموذج جيد جدا ونموذج محترم للمدرس اللي لما يغلط بيعلم الاولاد فضيله الاعتذار، فبنشكرك جدا انك قدمت هذا النموذج في احنا قاعدين ندور على نماذج حلوه يعني، فبنشكر حضرتك جدا جدا. بنشكر الاستاذ نادر جورج استاذ الفلسفه الذي اعتذر على الملأ لتلميذاته لانه مجرد احرجها والطلاب ضحكوا بس. هذا الاحساس الراقي وهذا تصوره بجرح مشاعر بنت فحب طيب خاطرها، ده شيء رائع جدا. خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل ما تبقى لدينا من قصص إخبارية. أهلا بكم من جديد. القصة اللي هنعرضها دلوقتي هي قصة شاهدتها بعيني وصورتها بنفسي. أنا من العاشقة للتاريخ ومن العاشقة للأماكن الأثرية، وخصوصا بقى لما تكون أماكن متعلقة بالروحانيات والأديان. منطقة مجمع الأديان اللي موجودة عندنا، أو مجمع الأديان أو مجمع الديانات كما يطلق عليه، أي واحد بيطلق عليه شكل يناسبه، منطقة من أعظم وأجمل الأماكن اللي ممكن حد يزورها في أي مكان. فمش ممكن أبقى بنت البلد وما تمتعش بيها، فرحت أتمتع بيها. ووصلت لحد المكان، المسجد الأول الذي بني في مصر، مسجد عمرو بن العاص. تخيلوا هيبة المكان وجماله ورونقه. ولكن لأني فقط سيدة منعت من دخول المكان. ايه رأيكم نشوف اتصور هناك علشان نشوف التعليق؟ انت منعتي وانت داخلة تصلي، هتصلي وتزور وتتفرج. هصلي وزور وساعة صلاة الظهر يعني. انا كنت موجودة هناك ساعة اذان الظهر، فبصراحة يعني متعة ما فيش اكبر من كده. مين اللي منعك يعني؟ القائم برعاية المسجد. قال لك ان الستات ممنوعات؟ قال يافطه كبيره كده مشاور لي عليها، قال لي شايفه اليافطه دي؟ قلت له قال لي ممنوع دخول السيدات. ما انا قلت هنشوف الفيديو وبعدين نرجع نشرح لهم. طيب. الموضوع بقى ماشي. مش عايز، انا عايزاكم تشوفوا الاول ليس من سمع كمان راى، يعني شوفوا الفيديو ونرجع نحكي عن الموضوع علشان نعرف يعني الموضوع ده مشكلته فين وامتى هيتحل. نشوفه ونرجع تاني. انا دلوقتي موجوده عند مسجد عمرو بن العاص على وقت صلاه الظهر، لكن للاسف الشديد جدا فوجئت بلافته مكتوب عليها دي ممنوع دخول النساء للمسجد، هذا للعلم. لكن طبعا زي ما انتم شايفين ان كل الرجاله قادره تدخل المسجد علشان تتمتع بصلاه الظهر موجوده فيه. لما سالت عم رشاد المسؤول عن المكان قال لي دي اجراءات احترازيه علشان كورونا. موضوع منع الستات من الدخول مش في ايديك، وان المسجد مش مفتوح في ايديك، مش في ايديك. سيدات بس. سيدات بس الممنوعات. نصلي الوقت ونقفل على طول. مش مفتوح للزياره، واحنا في مجمع الاديان، صح يا عم رشاد؟ مش مفتوح. انت
انت جيتي من الصعيد لحد هنا عشان تدخلي معايا في الصوره. ان شاء الله ربنا يتقبل منك الصلاه اللي انت صليتيها في الشمس بره. يعني اعتقد مسجد زي ده قيمه من الاشياء العظيمه جدا في راس مصر. ممنوع تدخلي الستات، وكأن الستات هي اللي ممكن تنقل كورونا، لكن الرجاله لا. يعني تفرقه عنصريه ما كنتش بصراحه اللي وراها، اكيد هنسال عنها وزير الاوقاف. لما تعرضت للموقف ده كل التساؤلات اللي خطرت في بالي صورتها علشان انقلها لكم ونعرف الرد كلنا عليها، بما ان اكيد الموقف ده كلنا بنتعرض له كستات. وبرضو شايفين ان لما سالت ليه ممنوع دخول السيدات قالوا لي اجراءات احترازيه علشان كورونا، وكان الستات بس اللي بتنقل كورونا والرجاله لا. الرجاله اللي داخلين لا في كمامه وبيسلموا على بعض ولا في سجاده ولا في حد واقف بيقول لهم اي حاجه ولا في سجاد او ورق. في مساجد بتديك ورقه باتجاه القبله كده تحطيها قدامك، وعاملين مسافات علشان ما فيش اتنين يقفوا جنب بعض. انا ما شفتش اي حاجه من دي. خير اذا تسمح لي، اذا تسمح لي يعني مسجد بهذه القيمه ان الستات اللي راحت علشان تصلي فيه او المجاوره للمكان، لان ممكن اي حد من مكان لمكان يحب يصلي، بشكل مهين سجاده صلاه مقطوعه ومتوسخه جدا وحصيره مفروشه في الشمس وعلى الشارع، يعني كل اللي ماشي رايح جاي يتفرج على الستات اللي بتصلي. وللحظ كان في كمان جنازه سمحوا بدخول الرجاله تصلي جوه، والستات قالوا لهم تقفوا هنا، وكنا ساعه الظهر في عز الشمس حصيره مفروشه على الارض، وقالوا ممنوع الكاميرات بتصور. ده في قرار اساسا بممنوع صلاه الجنازات داخل المسجد، بتتصلى بره. هذا ما حدث. طيب احنا وبعدين يعني الحدوته، الفكره اللي انا عايزه اطرحها هنا حاجتين. اذا كان الامر علشان كورونا، اذا الاجراءات الاحترازيه ليست فقط للسيدات، ومسجد عمرو بن العاص واحد من اكبر المساجد وفي مصلى خاص بالسيدات كان ممكن يتفتح يعني مع مراعاه الاجراءات الاحترازيه. وبعدين اين هي الاجراءات الاحترازيه اللي بتطبق على الرجاله اساسا؟ والفكره الاخيره ان هذه منطقه اثريه، المئات والالاف بيمروا على المجمع ده بما فيه من كنائس ومعابد ومسجد، وهو المسجد الوحيد بهذه القيمة. يعني إزاي الناس تدخل الأماكن الأخرى وتيجي عند المسجد ده بهذه القيمة ما تدخلش للزيارة؟ حتى الزيارة ممنوعة، والسجادة زي ما انتم شايفين مقطوعة ومفروشة في الشمس. وطبعا يعني الست اللي جاية من الصعيد عشان تشوف المكان وتصلي، صلت في الشمس مع ستتين، شايف المنظر بره الجامعة. يعني مكان واحد ضل والباقي كله بنصلي في الشمس. طيب احنا معنا فضيلة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا. الشيخ جابر معانا يا جماعه ولا مش معانا؟ انا مش سامع حاجه. نجرب معاه تاني، لان انا مش عارف هي كل المساجد ممنوع فيها صلاه النساء؟ لا، في مساجد طيب مفتوحه لصلاه النساء، فتحت في شهر 4 اللي فات قبل رمضان لصلاه بدءا من يعني التراويح، وبعدين خففت الاجراءات الاحترازيه تماما وتم فتح الاماكن، بس لم يتم الفتح للسيدات اطلاقا ولا حتى للزياره. يا خيري، ده مسجد اثري يعني تاريخه من تاريخ الاسلام في مصر. يعني بصي انا مع الاجراءات الاحترازيه، كلنا معاها، ان تعمم على الجميع، لكن مش معنى ستات بس والرجاله كمان. لا. اذا كانت الرجاله وشفناهم ملتزمين وبتاع ممكن اتفهم، ممكن يقول لك الصلاه في المسجد ليست فرضا على المراه. طب الزياره، طب الاجراءات الاحترازيه اللي انتوا عاملينها ليه مش مطبقه على الجميع؟ طيب يعني اذ لم نصل اليه فهذا موضوع يستحق التوقف. اعتقد ان سيد وزير الاوقاف يمكن ان يكون له قرار، او اذا كان القرار من مجلس الوزراء نتوقع ان يكون هناك اجراءات تساوي بين الجميع في العبادة. صحيح، يعني مع مراعاة الشكل الإنساني والأخلاقي لوضع النساء اللي محطوط عند سور الجامع قبل السور اللي بره في مقابل كل الناس اللي ماشية في الشارع يعني. طيب أعتقد ممكن جالنا فضيلة الشيخ الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ جابر أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذ خيري وبالسادة المشاهدين وبزميلتك الأستاذة كريمة. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا انا اتكلم عنها يا فضيله الشيخ علشان انا راجل وليا حق ادخل الجامع. لماذا تمنعون السيدات من زياره المساجد او الصلاه فيها وتسمحون بهذا للرجال؟ لا، الحقيقه الاستاذه كريمه لها حق مثلك سواء بسواء، ونحن لا نفرق بين الرجل والمراه، الكل له حقوق وعليه واجبات. ولكن طبعا حضرتك تعلم جيدا
انه المساجد كانت مغلقة قرابة عام قبل ذلك. نعم. ودعونا الله عز وجل ان يستجيب لنا ويرفع عنا الغمة وتفتح المساجد. ومن فضل الله علينا لجنة الأزمة بمجلس الوزراء استطاعت ان تأخذ القرار، وطبعا تعلم جيدا انها مكونة من معالي وزير الأوقاف والسيدة وزيرة الصحة والمختصين في هذا الشأن، واقترحوا ان يكون الفتح جزئي وهو للصلاة للرجال، والحمد لله تمت يعني الصلاة للرجال وفتحت، وصلاة الجمعة كانت معلقة، الآن الحمد لله عادت ولكن بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية 10 دقائق. رويدا حتى إن شاء الله نصل إلى الفتح النهائي لكل ملحقات ومرافق المساجد كاملة، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوال الغمة ورفع الأزمة حتى نعود إلى مساجدنا وتعود مصليات السيدات وتعود كامل المساجد لكامل طاقتها في العمل. ولكن تعلم جيدا أن مصليات السيدات يصعب السيطرة عليها، لأنه لا يمكن أبدا أن تكون يعني تعرف إمام المسجد بيبقى إمام للمسجد، لكن لا يستطيع أن يدخل مصلى السيدات ويسيطر عليه إذا كانت إجراءات الاحترازية غير محققة أو غير مطبقة. لكن أي مسجد كانت فيه واعظة من واعظات الأوقاف أو واعظة من واعظات الأزهر أو أي أحد من الذين يتفرغون لهذا العمل كان يأتي ويقول أريد أن أفتح مصلى السيدات وأنا المسؤول عنه بتحقيق الضوابط والإجراءات الاحترازية نفتحه على الفور. بس يا دكتور يا فضيلة الشيخ أنا بعتذر جدا، نحن نتحدث الآن يعني الواقعة اللي أنا شخصيا كنت طرف فيها هي مسجد عمرو بن العاص، وهو بهذا الحجم والتاريخ نحن نتحدث يعني عن إجراءات تم اتخاذها أو قرارات من أكثر من عام، وهي أن فتح للرجال فقط مع وجود إجراءات احترازية، وهو ما لم نشاهده يعني في الفيديو. لكن بالنسبة للسيدات في المساجد الكبيرة والمساجد الأثرية، عفوا أستاذة كريمة اتفضل، إجراءات احترازية وهذا ما لم نشاهده. لم تشاهدي إيه؟ في مدخل الجامع الناس داخله بدون كمامات عادي جدا وبيسلموا على بعض ومحدش بيقول لهم اي حاجه، ده كان في الفيديو. لا حضرتك، احنا الاجراءات الاحترازيه بنزعم ان احنا مسيطرين وان احنا لدينا. انا بكلم حضرتك على الفيديو اللي انا شفته اول مره زي حضرتك بالظبط، اذا كنت شفته اللي صورته زميلتي كريمه، الرجاله داخلين بيسلموا على بعض ولا في كمامه ولا في اي شيء. استاذ خيري انت اعلامي متميز ومرموق ونعلمك جيدا. تمام. لو استطعت أن تأخذ أي سقطات من أي مكان وتصور مظاهر سلبية في أي مكان مهما كان حجم الانضباط فيه، من الممكن أن تستخرج صور سلبية للناس، لكن السواد الأعظم منضبط والإجراءات الاحترازية. ويكفينا حتى الآن منذ بزوء أزمة كورونا لم تحدث أزمة في مسجد أو يعني حد تحققت فيه العدوى في المسجد أو وهو ما لا نتمناه إطلاقا يا فضيلة الشيخ أن يكون في حاجة شبه كده. لكن ما رأيته أنا بأم عيني وما صورته أنا وصورته كان الهدف من التصوير هو فكرة أن هذا المسجد العظيم يفتح للنساء، يعني لأن كان صعب جدا نصلي بره في الشمس صلاة الظهر على سجادة متسخة وظهرنا للشارع للناس عشان تتفرج علينا، كان الموقف بصراحة صعب في منطقة أثرية. لكن ما فوجئت بيه هو المنظر اللي حضرتك شايفه ده، عشان كده اضطريت اصوره. استاذه كريمه اتفضل، حضرتك لو عايزه تيجي تمضي اقرار انه تحافظ على الاجراءات الاحترازيه، او اي حد من السيدات يستطيع ان يكتب اقرار بانه حيطبق الاجراءات الاحترازيه ويلتزم بها، ياتيني غدا ويكتب الاقرار وغدا يفتح المسجد ياخذ قرار الفتح بايده. يا فضيلة الشيخ أنا هل كل امرأة ستأتي للصلاة في مسجد زي مسجد عمرو بن العاص ولا واحد من المساجد الكبيرة ستأتي حتى تمضي إقرار؟ مساجد زي دي إذا كانت الموضوع واعظات ومشرفات فنستطيع أن احنا نعين لهم حد أو نحط حتى شروط، ممنوع دخول الأطفال أو اصطحابهم، ممنوع أشياء كثيرة جدا. أنا فقط أعرض هذا من أجل المطالبة في النظر فيما عرضنا الآن وفتح الباب للسيدات مع ضمان الإجراءات الاحترازية، لأن هذه أماكن من حق الجميع أن يتمتع بها، وكورونا ليست حكرا على السيدات أنها ممكن تدخل عليها والرجالة لا. لا مع التأكيد كمان على أن هناك مساجد نعرف الجهد المبذول يا فضيلة الدكتور، وده حقيقي لا ننكر يعني. هناك جهد كبير جدا، ولكن إذا كان هناك ثغرات أو أخطاء فإحنا ضمن أن نلفت النظر ونثق أنكم ستنظرون إليها بعين الاهتمام.
دعني أرد على الأستاذة كريمة، ليس هناك كورونا للسيدات دون الرجال، نعم، ولكن نقطة نظام. نحن نريد أن نحقق النظام. المرأة يجوز لها أن تصلي الصلاة في البيت، لكن إذا في حالة الضرر وفي حالة أنه من الممكن أن يكون مظنة وقوع ضرر، فنحن نخشى على الإنسان، لأن الإنسان يعني الحفاظ على الساجد يقدم على المساجد. ونحن معك تماما فضيلة الشيخ، ولكن نرى أن الأمور تطبق بالعدل بالنسبة للطرفين مع الإجراءات الاحترازية، وسترى بنفسك أن هذا المكان سيحافظ عليه أبناء وبنات البلد. يعني أنا شخصيا من العاشقات لمسجد عمرو بن العاص، فعز علي جدا أن أنا أكون موجودة وأصلي على التراب برا مع ستات في منهم جايين من الصعيد ومنعوا من الدخول لأن فقط ممنوع السيدات من أجل كورونا. يعني هذا كان للفت النظر، ونتمنى أن يكون هناك قرار قريبا بفتح هذا المسجد وتعيين العدد الكافي من الواعظات علشان مراعاة هذه الأمور زي ما حضرتك قلت. نتمنى زوال الأزمة، وادعو الله عز وجل أن تزول عن الجميع وتفتح جميع المساجد، ونحن في كل يوم احنا في انتظار القرار بالفعل فضيلة الشيخ. يعني في انتظار ان حضرتك بنفسك تعلن لنا ان تم فتح مسجد عمرو بن العاص والمساجد الاثرية الكبيرة التي تسمح باقامة الاجراءات الاحترازية، وحضرتك تقول عيننا عدد كافي من المشرفات والواعظات. لا نتمنى ان نكون عنصريين لمسجد عمرو بن العاص فقط، ولكن اتمنى جميع مساجد جمهورية مصر العربية 180 الف مسجد تفتح امام الجميع ولا تغلق امام احد. يا رب. بنشكرك جدا فضيلة الدكتور الشيخ جابر طيار، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. طيب احنا اتكلمنا عن سد النهضة في البداية، لدينا تقرير هام عن تاريخ وأسباب أزمة سد النهضة، هنسيبكم تتفرجوا عليه ونرجع تاني بعد الفاصل مع زميلنا العزيز خالد البرماوي وبورصة الكلام.